يقول: هل يحق لنا أن نلقي محاضرة سمعناها في شريط في مسجد من أحد العلماء في مكان آخر، بمعنى أن يلقيها أحدنا في مكان آخر، أم أن هذا لا يجوز؟ أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، إذا كان قصد السائل أنهم يوزعون هذه المحاضرة مكتوبة أو مسجلة لينتفع بها الناس، وهي في موضوع له أهمية والذي ألقاها من العلماء الموثوقين، هذا شيء طيب، وهذا من نشر العلم والتعاون على البر والتقوى. وأما إن كان قصد السائل أنه هو يلقيها أو يلقيها أحد من إخوانه بنصها، فهذا محل نظر، لأن الذي يلقيها إذا لم يكن عنده استعداد علمي من قبل ربما يغلط في مفهومه ويأتي بأشياء لم يقصدها صاحب المحاضرة. وإن كان هو على استعداد علمي وعنده المقدرة فليس بحاجة إلى أن يتقيد بمحاضرة غيره. المهم أن هذا لا ينبغي، لأنه إن كان قاصر الفهم والعلم فإنه لا يصلح أن ينقل كلام غيره، لأنه قد يخل به أو يخل في فهمه. وإن كان عنده الاستعداد العلمي فليس بحاجة إلى أن ينقل كلام غيره، بل هو يتكلم من ما أتاه الله عز وجل من العلم والبيان. وعلى كل حال، نشر العلم بالكتابة أو بالمحاضرات أو بالندوات أو بالخطب الجمعة وغيرها هذا أمر واجب من أجل تعليم الناس ومن أجل البيان وعدم الكتمان، ولكن يشترط في من يتولى ذلك أن يكون على مستوى جيد من العلم والعمل، من أجل أن يكون كلامه مفيدا ويكون في شخصه أيضا القدوة الحسنة. نعم. بارك الله فيكم.